مرحبا بكم الناس الكل في أخبارنا الرياضية. رئيس الزمالك المصري يهدد نهضة بوركينا المغربي، ما فعلتموه مع السياسات لن يتكرر معنا. وجه رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور تهديد واضح إلى فريق نهضة بوركينا المغربي ومسؤوليه، وأكد لهم حرفيا بأن ما فعلوه مع النادي الصفاقسي في النزل وفي الملعب إلى جانب المظالم التحكيمية لن يتكرر مع الزمالك، وهو يحذرهم قبل فوات الأوان.